السلام عليكم، مساء الخير عليكم، كي ضليتو بخير مبارك عواشركم. نقول لكم واحد القصيده كنت قلتها ذاك الشهر اللي خرج، ولكن خصني نفسرها. جارنا اللي هو جارنا ما لقى ما يدير، دخل ليه يدير التعبير، خليه يدير التعبير اللي يدي قصد المغرب، وطلب الحماية من القصر، يحيي لوكر وزور جدو في القبر بلا نفاق بلا غدر. هادشي اللي تنقول انا على اليهود، خرج الراية المغربية من القصر وتتغوت بالجهر وتتقول انا مغربية، انا مغربية. علاش قلت ليهودي؟ جا المغرب وجارنا دخل واحد من العزيز من العز ما يكون، دخلو تيعبر به مع اليهود. هذا هو اللي قلت لك، دخل يهودي للتعبير، حيت اليهودي ما عنده حتى مصلحه في هذا الشيء، ولكن جارنا اللي دخلو وما سوقش وما قداش وما يلحقوش. هذا الشيء باش اليهود عزيز على المغرب، اليهود عزيز عليهم المغرب. نهار غاديين راه تيبوسو الارض وتيركعو عليها هكا وتيطلبو التسليم، تخرجوا في حالهم، ما ضربوا حد، ما حرقوا حد، ما غدروا حد، مشاو في حالاتهم. نهار اللي برد بهم الله رجعوا.